السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك لاباس؟ لا لا سهل. شنو صح لاباس؟ الحمد لله. راك متفكرني ولا ماكش؟ الله اعلم كبرت لي شويه بصح مازلت شافي. استاذ بالطبي هكا. ايه اهلا وسهلا بك. وعجبك هذاك الفيديو اللي درناه هذاك الوقت؟ ما قالوا لي عليه برك ما تولهت شبيه حتى للمرة الأخرى بصح عجبني الله يبارك فيك. إشهار وزعما ربي يبارك فيك. واش راك لاباس؟ والله نعمة سهل عليك. وراه من الأساتذة اللي جاوا معاك المرة اللي فاتت. كان معايا ذاك الوقت سي حناشي رشيد ومع شكون معنا هذاك. كنا جينا للثانوية ذاك الوقت. إيه؟ كنا رسمنا أستاذة والله. واش راك انت؟ ما شاء الله راح تعطي سؤال عليك. هاي كيفما تقول لي دوكا. واش راح نقول لك؟ بسم الله عندنا القرنفل هذه حاجة جديدة. هذه زريعة جبناها من الخارج. واش تصلح هذه المنازل للمؤسسات؟ هذه في أي منطقة ديرها تصلح. راه وقتها درك. هذا هو وقت هي. هذه القرنفل على بالك فيه زوج اصناف. دوكا نوريك القرنفل الزاوج. هذا نوع. هذا نوع. هذا اللي يسموه القرنفل. هذا القرنفل. الله يبارك. الزاوج انا تسمنا حيله كامل انا خادمين به وراه. اي خادمين به. هذا موجدينهم المؤسسات ولا تبيعهم انتم هكذا موجدينهم؟ هذا كل انسان على حساب الطلب، كل انسان يطلب ندير له. هذو طلبات ولا انتم برك درتوهم هكذا؟ لا طلبات وفق الطلب. يجي الانسان يدير الطلب وحنا نوجدوا له. بالتاريخ ولا سموه. كيما هكذا تقدر تقول لي شحال يسوى ولا؟ كيما هذا مثلا؟ هذا يدير 250 دينار. 25000. 25000 هذا الباكي وكل يسوى 25000. هذا قال كيما نقولوا حنايا شغل دايرينها مبادره عليه. بيبليسيتي اشهار. اشهار يوم بعد 19 كاين. يسمى وهذو ما يطولوش ولا كيفاه؟ كيفاه ما يطولوش قصدك؟ يعني واحد اللي يديه هذا يروح يهديه ولا زياره ولا يديروا في الدار. قلت لك لازم على وفق التاريخ المحدد. قال يتصل نهار الفلاني راه عندي مناسبه نوجدوه له العشيه الغد يجي يديه. صح يقدر هذا يقعد حتى ال 15 يوم في كي تدي له البلاصه تكون الظروف الملائمه. الظروف الملائمه تكون الاناره خفيفه والبلاصه تكون ما هي بارده بزاف ما هي سخونه بزاف. الله يبارك. حتى ال 15 يوم. الله بزيد. سما هذوك حسب الطلب. حسب الطلب اكيد سما. زيد شوف هذو شوف هذوك واش تبيع وتشري معاهم حبيت تشوفهم هذو هذو اش تحوسهم؟ ما على باليش يحوس واحد. قولوا له. جينا نشريو شويه من الازهار والورود. ثم جايين تشلوا المؤسسة ندري ولا؟ الله يبارك. هذه كل وحدة ولا السومة نتاعها كيما هذه غالية. هذه نقل هذا الورد الجوري. احنا نقولوا له الروزي بصح الاسم العلمي تاع الورد الجوري. جوري. بصح هذا اللي يطلع جران بونت هذا. هذا مش اللي يطلع شجره خطاشره فيه زوج اصناف. ايه هذا اللي يطلع لوايه. الجماعه مع لوايه هذا. ايه نعم. ويخرج ورد كيما هذاك اللي شفناه عليه. اكيد. الله يبارك. وانما يجي مختلف عليه شويه. من ناحيه الشكل تاعو يجي الورد تاعو صغير. صح الريحه الله يبارك يجي في الريحه احسن. هذه السيكه هذه. هذه حاجه جديده انا ما شفتهاش من قبل. هذه نخله هذه من العائله تاع السيكادو هذه. وهذه راها النبته هذه بدائيه. اي وي. نعم. وما تكبرش بزاف ولا؟ هذه بدائيه. عندها يعني بزاف. هذا راه استاذ علوم ما تغلطش. نعم. هذه من النباتات البدائيه. ها. راني نقول لك هذه اكتشفوها مؤخرا برك درت عليها واحد البحث. هي من العائله تاع السيكادو هذه. درت عليها بحث قال لك من العصور الحجريه هذه يسموه وبدات تتطور يسموه. ايه نخره خلاص نعطيك بالك نديك الوحده كبيره من هي في عمرها بالبطاقه تاع التعريف تاعها في عمرها 18 سنه. ايه ما تتجاوزش 120. لا يبارك. مسك اللي كاين. ايه كاين تاع 50 مليون. ها نروح نوريك مسك. الله يوريك السيكال الزاوج ولا الزاوج.
أو خميسي وتنهار كامل كتسقسي على خميسي ها وفي. آه لا سي خميسي إيش راك؟ لاباس. آه. صح لاباس. شراك لاباس؟ لاباس. خير لاباس. لاباس الحمد لله واش راك؟ راك ما شفيتش عني يا. ما عرف والله. أنا جيتكم واحد الوقت لهنا هذه هي ال. هذه هي اللي كنت نحدث فيك. إيه ولا البطاقة تاعها وتشوك. إيه إيه بصح ما فيهاش السمون تاعها. آه. لا هذه منين اصلها منين هذه الموطن الاصلي آه. لاشين من الصين اه وي الموطن الاصلي بصح هذه جايبينها امبورطاسيون من ايطاليا انتوما جبتوها من ايطاليا آه. كاين اللي جبوها الجزائر هاي الصغيره نتاعها هذه الشتله نتاع اه فسيله ولا بذور تتغرس بذور وفسيله تخرج على الجنب نتاعها السمون تاعها كيما البنان كيما البنان اعطيك صح روح على الجنب كيما هذه روح كيما هذه هي خرجت السمون تاعها في الجنب اه ونحيتوا لها مازال ما نحيناهاش حتى ندير هذه هي تطلع هي هكذا هذه هي إيه إيه. هذه السمون بطاقه هذه هاي ورا مش واضحه مليح بصح الله يبارك نزيد تشوف لهم طلب تاعهم هما وشني طلبهم راهم يحوسوا على المورد الجوري للمؤسسه ولا من هذا المؤسسه في الغالب شوف يعني في الغالب دي الروزي هذه ولا هذا المارغريت يطلع مش مش ما هوش هذا اللي قلت لك عليه الصنف الزوج هذا يطلع ستيل خاص اي خاص وهذولي مارغريت هذه اللي مارغريت هذا لون واحد روزي باك ولا عافيه لا في عده الوان في البيضه الحمراء في نفس الحساب يخلص في نفس الشجره ولا لا كل شجره على حده كل واحده وحده كل واحده وحده ثاني تقدر دير لها نعم واش عرفت بيضاء حمراء؟ اه عدد الوان ها هذه الشينة الحمراء والبيضاء الصفراء والروزة هذه المارغريت روح شوف لي لونها اصلا المارغريت هذه ثاني فيها اربع الوان هذه المارغريت لا الله يبارك هاك تشوفها هاي ها في هذيك هي ديرنها وقيله ديرنها ديتو منها قبل ديرنها هي هم لازم في ديرنا هذه من الشافي واش ديتو بصح بالاضافه للبيع واش تقدموا المؤسسات خدمات يعني بعد البيع كاينه اكيد اكيد هذيك على حسب طلب الانسان في حد ذاته كاين اللي يقول لك انا اللي نتبع الشيء اللي نغرسو كاين اللي يقول لك لا ماذا بك تجي مره على مره في الاسبوع تشوف لي سموه كاين حتى اللي قبل ما يجي يشري يديك للمعاينه يقول لك واش يصلح لي هنا واش يصلح في البلاصه هذه احنا يعني قبل ما يشري هو من الاحسن قبل ما يقرر هذيك احنا بالمقابل احنا هذيك نديروها كامل مجان حتى المتابعه حتى المتابعه عندنا في البيع صح اللي نحسبوه المتابعه احنا ديما نروحوا عندنا اشغال من ثم نمروا مرور كرام قال لها واش تزيد دير واش تزيد دير واش يخصها واش يعوز هذه ولا كمل على المنوال هذا كمل كما راك الله يبارك خاصه في المؤسسات ما نحكيلكش على الاشخاص اللي يدفع هو اللي يسمى الله يبارك اما المؤسسات راك عارف زيد حوس بينا شنو هذا؟ شخصيا انا هذا مسكين لي منين نديه؟ ونغاسو حنا نحيو الشكا ونغاسو يموت بوركو علاه؟ الشكا راك تنحيها له تفرغ ما نضربهاش خليك كيما راه وما حبش نضربها السلام راه اهلا مسعود خير وهذا عمي المسعود هو الحمد لله شكسع من مسعود الله اكبر
الحمد لله. هادو اصدقائي كل عزوز. انا عمي هذا الاستاذ. انا لا لا اصدقائي وزباين وكذا. انا راح نسقسيك دوكا كسبتني ليها الوقت اللي تنفض فيها هذيك السماء شنو هي؟ انا ما فهمتهم دوكا مدي الحاجه لغرسهم نحلوا صح. هو عنده مده اللي ينفض فيها الوضع ما كاين شي من هنا لازم نخليه البوت واحد ثاني في الوقت ولا غرسهم. لا لا ها مش معناتها هكذاك، معناتها قلت لك لازم تكون على بالك بالوقت اللي المسك الليل ينفض الورقه نتاعو. في الوقت هو اللي ينفض الورقه نتاعو انت تديه باللي مات هكذا. لا ماتوا صح، مات ماتوا كيف عرفت؟ مات يعني اروح نوريك كم مات صح هي اروح تشوف قال ما نجي والله لا ادري ماذا الارضيه في الجحال مانيش عارف عدد الاسماء راح ينادى ما حد يصح والو. شوف انت تخيل، شوف تجي في فصل الشتاء تلقى المسك اللي نافض الورقه تلقى الورقه نتاعو ماتت. ايه راك فاهمني؟ ايه تقول ماتت بصح هو عنده وقت اللي ينفض فيه الورقه اللي بدلها والوقت اللي فتح من دار جديد. توش من وقت اللي نفض لك الورقه فضها في الصيف ولا في الخريف؟ الا فضها في الخريف راه نفض طبيعي. شوف ندي غاسهمناش شهر شهر ونص بصح مش من الفصل اللي راك ماكش ثابت على الفصل اللي نفضت فيه. ايه كاين، شوف اسمع، كاين بعض الناس يجي كيشري نبته راك فاهمني، هي من النوع اللي تنفض الاوراق تاعها في الخريف مباشره بعد ما تنفض الاوراق في الخريف راح يقلعها ويرميها ويقول لك ماتت. لا لا ايه هذا مسك الليل، مسك الليل ينفض في السماء. ايه هذا هو الخريف، هذا هو مسك الليل. الربيع يستعيد النشاط تاعو ويفتح الورد سموه ويديماري من دار جديد، عكس الياسمين. الياسمين ما ينفضش اللي هو اوراق جامد. الياسمين هذا سموه هذا ما ينفضش الورقه نتاعو. هذا يدير النوار هذا؟ يدير ايه، هذا يدير النوار صفراء صفراء حمراء. اي كاين الاحمر كاين الاصفر الابيض. ايه هو احسنهم الابيض ومن ثم الاصفر اللي تكون ريحه تاعو طيبه بزاف. اروح زيد شوفوا العمال هم من هنا. ايوه انا جبتها لكم هي فيها الموت. والله يبارك. عندكم حاجه سبيسيال ولا؟ كاين نضف الورق الحليبي. الله يبارك. هنا يسمى رانا في المشتل الداخل و... ما رانا داخل مش قاطي لوحدة فيك لان مصح او الورد الجديد في حد الكتاب. هذا واجد الغرس، هذا واجد الغرس، هذا 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 اللي عليه طلب بزاف. الله يبارك. هذا صحراوي اسامة. لا سي اسامة واش راك؟ بس ربي يعاونكم. اروح شوف هذه المشيمشه، المشيمشه هاي ان شاء الله باذن الله. شوف هذه مغروسه هنا نتاع هنايا ملق مع السفرجل هذه. ايه هي فيها حتى اللي موجود الحب نتاعها هنا يعني ان شاء الله ضرب ان شاء الله ان شاء الله ضرب الفال تاعها. ها الله يبارك. هي مزات في الـ في الـ في الـ في البيدون في البيئه كون جات في الارض هذه راه تمت اكثر. ها اروح كاين اللي شيخ ربي يعاونك. هذه هذه مندرينة تاع الفطاسي وهذه تاع اسبانيا. سون بيب هذه. هذه يجيبوها، هذه يجيبوها في الـ في الامبورطاسيون يجيبوها في التيرو مغروسه في الساشيات فيها تيرو وحنا ناكلوها. هذو شي هذه؟ هذه مندرينة. هذه هل هل في المؤسسات التعليميه وكلش ممكن يرسوا اشجار تاع فواكه؟ يقدروا على حسب هو هو الغلطه اللي رانا من الناحيه القانونيه. لا لا من الناحيه القانونيه ما اي حاجه فيها فاكهه ما تصلحش ما تقدرش تكون ممكن نروح نقولوا سوفاج ممكن مدينه سوفاج شيء سوفاج هذيك ممكن. اي اما هيك يعني مطلعين على القانون ولا هذا الشائع يعني؟ لا لا الشائع وخا القانون ما نفهمش. انا قلت لك انت حاجه تاع اكل ما يخلوهاش وحنا المنظر الجمالي اكثر من هو منظر انتاج. مثلا واحد شجره يحب كيفاش بالديون يبقى خير. هذا رايي. وانت واش رايك في الموضوع؟
انا انا نخالف في الموضوع نهائيا، لانه الانسان باش تعلمه ثقافه تاع حاجه لازم تحطها له قدامه وتقول له بكلمه، مش تقول لي واش ما قانون يمنعك انك تدير حاجه مثمره في وسط المؤسسه وكل مره تعلم التلميذ ولا الطفل تقول له بلي هذه ما تمسهاش لازم تحافظها، هاي الناحيه الجماليه ممكن حتى طريقه عقوبه خفيفه قال تمنعوا من حاجه. انا في بالي في بالي مش حاجه ممنوعه انك تدير حاجه، خاصه احنا في 22 مارس يعني بعد يوم من الاحتفال بيوم الغابات والشجره. لا مي هي مش يعني حاجه ممنوعه تبان لي. هما يقولوا جابوا واحد الشعار قال لك اغرس اكثر تتنفس احسن، بمعنى الشجره مليحه للتنفس. انا نقول اغرس اكثر تاكل التفاح اكثر. يعني شفت الثقافه اللي راه سايده مؤخرا يعني، ولا واش رايك؟ شوف الاغلبيه اللي يجوني هنا يقول لك نقولوا دير هذه تاع الروزي جران بونت قدام الواجهه، اي يقول لك الجيران ما يخلوش والجيران ما يخلوش. ما عرف واحد الانسان علمني واحد الحاجه، يعني درس، عنده جيران ناس ما يحبوش الشجره ولا مش مهتمين بالسم، راح غرس الشجره وشراها بثمن غالي، غرس ثلاث شجرات كسرهم له، ناضي لقاهم مكسرين وكسرهم له جيرانه، وش حكم راح دار؟ عاود رجع ليا جاء زاد شرى ثلاث شجرات وشرى الجيران واللي منا ومنا كل جار ثلاث شجرات وعيط لهم وقال لهم احفروا قدام دياركم وغرس لهم شجرات قدام ديارهم. فهمني؟ ولا هما يعسروا في الشجره تاعو شاركهم. شوف يعني علمهم بطريقه سم، ما راحش عافر غرس الورد، نحاولوا الورد راح غرس لهم الورد قدام ديار. الله يبارك. شحال من هذه هذا؟ هذه تاع لامبورطاسيون ودير 280. هكذا كيما راه. ايه كيما راه. هذه حتى فيها الضوء قسمها هذا والاخر ولا الضوء الحديد. الزعروره دير 150. الصفر هذه واش كبيره واش؟ هذه اللي ملقمة على الصفر تجي كبيرة، وإنما شوية السم تاعها تجي يضرب بقرص. صح حبة تجي الله يبارك. تجي مليحة هذه. هذا هو التين ولا الكرمس كما نقولوا احنا. كرطوس حنا نقولوا. كرطوس اي. هذا شحال يسوي الكرطوس؟ هذا يدير 35 الف. الله يبارك. هذا في حتى اللي يوكل السنا تشوف فيها الكرطوس ولا البيثار. هذه الباكور هذه اللي طيب خطرتين بالله. هاي هذا البرغو تاع جيت مواره. جايبو من كم؟ هذا تونسي وبافي. كيف مش لوزي البافي تجي حبه تاعو كبيره صح العظم تاعو مش خدمت في الكونيه تاع البرغوز مش يعني انا نبيع فيها دائما الله يبارك فيها البافي هو والتونسي هو اللي شاو خرج النوار وقت نبدا نذوق البرقوق هذا زال وقته البرقوق مازال وقته زيد وراء اللي قلت لي حاجه سبيسيال نوريها لك. نحب حاجه سبيسيال واحد ما شافها. يعني حاجه سبيسيال واحد ما شافها. ايه. يعني كيفاش؟ ما نبغيش انا مازالت جديده علينا في المسيله. حاجتك في الشهر. ايه. شهرها يعني ايه شهرها و ايه ونكونوا احنا اللي جيناها يعني. هذه اللي نحب نشهرها انا هذه. كثير من الناس ما يعرفهاش. البيوطة هذه. بيوطة؟ ايه ولا يقولوا لبوي. لبوي؟ ايه لبوي هذا يخدموا به المتاهات كاين اللي يحب تشكل مثل ما حبيت نسمى. جدار ولا باب ولا حبيت تخدمها قدام الباب كيما هكذا حبيت تديرها كاريه كيما حبيت تشكلها عدة أشكال كان حتى اللي يخدم به ال كيما في الثانوية تقدروا تديروها قداه المترا هذه قداه قلت لك المترا قداه يبدا السعر تاعهم من 10000 فرانك حتى ل 150000 الله يبارك وحدة تكفي
مثلا كي تحب دير 10 مترات ولا كل لا كي تعود تروح دير 10 مترات كل متره لازم دير واحد كل 70 80 سنتيم حوالي 80 سنتيم متر. الله يبارك. الله يبارك. وياكل ما يشرب الماء بزاف. البوي اكيد يشرب الماء بزاف مرتين في الاسبوع هكذا. حنا في الصيف في الشتاء لا كل 15 يوم تزقيه مرة. لوكا شكون انت؟ انا نعرفك ما يعرفش الجمهور. وشكون شكون انا؟ صحراوي عزوز صاحب مشتلة. مرحبا بكم، اهلا وسهلا. هي مشتلة لقمان. انا عمي. اهلا وسهلا. رقم الهاتف ربي يسترك. 0661 98 60 64. الخدمات اللي تقدموها. خدمات اللي نقدموها وش راح نقول لك؟ مثلا الناس اللي تمدوا لهم تعاونوهم بشويه بالباطل مثلا. بالباطل الجمعيات الخيريه بشرط تكون في اطار قانوني، مش كل جمعيه خيريه يجي يقول لي انا راني رئيس جمعيه ولا نائب جمعيه، ولا يجيب الوصل اللي يثبت باللي راه رئيس جمعيه ولا ممثل ولا باعثين جمعيه. زين. اكيد كي نقول لك رئيس جمعيه تاع الحي راح يكون يشمل تاع المقابر، الاحياء، المتوسطات، المدارس. هذا واش الناس. وبعد ذلك كاين مؤسسات اللي يديو غير الساد بزاف، يعني مستعدين يتابعوا العمليه. قلت لك على حساب الطلب، كاين اللي يقول لك عندي جارديني ما كان له تبعني لا سمحت. المره الاولى دير لي معاينه للمنطقه. وش راني راح نغرس وش يصلح في البلاصه هذه وش ما يصلحش، نروحوا حنا نتنقلوا عندهم. كاين عندنا جاردينيات حنا في المؤسسات معرفه تاعهم عامه، يعني انتم وكان مستعدين ديروا تكوين يعني في اطار مع التعليم، يعني كان يجوا يقترحوا عليكم يقولوا لك روح ديروا لنا تكوين للجاردينيات تاعنا، مستعدين تعاونوا في هذا الاطار؟ اش ساعتين ولا ثلاثه ولا والله يعني ما فكرت في الموضوع هذا؟ لا فكرت في الموضوع، عرض عليا مدير تاع التكوين تاع حمام الضلعه، عرض عليا الفكره، ما عنديش الوقت، الوقت ضيق باش تمد حصتين في الاسبوع. لا لا حصه في الترميستا ولا مو شرط، ما تقدرش، كاين التزامات. ممكن في المستقبل، ممكن ممكن مؤخرا ولو طلبنا منهم انهم يبعثوا لنا المتربصين. المتربصين حاليا عندنا زوج متربصين، عندنا اسامه صحراوي وضمبري نور الدين، هذو متربصين. بصح ما كانش لا غالب الناس ما تواصلش. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك، ربي يسرك. شكرا.